السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عمر مصطفى هشرح لكم الجزء بتاع ميكانيكال انرجي. أول حاجة التعريف بتاعه The sum of potential energy and kinetic energy. أنا هشرح الجزء بتاع ميكانيكال انرجي بالكورة دي. لما تكون فوق الهايت بتكون ماكسيمم، فبتخلي البوتنشال انرجي برضو ماكسيمم. فالناحية التانية اللي سبيد هتكون بزيرو، هتخلي كينيتيك انرجي ايكوال زيرو. فميكانيكال انرجي ايكوال بوتنشال انرجي اونلي. لما تنزل في النص هتكون الهايت ديكريز تو هاف، فهتخلي بوتنشال انرجي ديكريز تو هاف، والسبيد انكريز تو هاف، فهتخلي الكاينتيك انرجي ديكريز تو هاف. فالميكانيكال انرجي ايكوال بوتنشال انرجي اند كاينتيك انرجي. لما تنزل تحت على الجراوند بتكون الهايت ديكريز تو زيرو، او الهايت ايكوال زيرو، فبتخلي البوتنشال انرجي ايكوال زيرو، والسبيد هتكون ماكسيمم، فهتخلي البوتنشال انرجي ايكوال ماكسيمم. فالميكانيكال انرجي ايكوال كاينيتيك انرجي اونلي.